بسم الله الرحمن الرحيم، معكم محمود. في الفيديو قبل كده اتكلمنا عن شاشة فيها مشكلة في اللمبات، وقلنا حل للمبات ان احنا هنقفل على اللمبتين او نركب لمبة ونحطها في الشاشة من جوه. النهاردة هنعرف مع بعض كده طريقة تغيير اللمبات. دي اللمبة اللي هنغيرها، طبعا احنا خلعينها من الشاشة، تمام. ودي اللمبة اللي هي فيها مشكلة اللي محتاجة تتغير. طبعا اللمبة موجودة في مكان حساس جدا، اللي هو المكان الشيت اللي هو فاصل أو موصل البورد التيكون بالشاشة نفسها. المكان ده طبعا حساس جدا لأن هو في الكفوف، ودي لو فصلت أو حاجة الشاشة هتجيب خطوط أو ألوان. فالتعامل مع الوضع ده كده تعامل حساس جدا، ومحتاج أولا تركيز، ومحتاج يعني إيه إن اللي هيشتغل فيها أو هيعمل الكلام ده يكون شغال بدقة وشغال بالراحة جدا وشغال على مهله خالص، بحيث إنك أنت مش علشان تصلح شاشة تبوظ الشاشة، أو بدل ما تحل مشكلة تعمل مشكلة تاني. أول حاجة هنبدأ نفك اللزق أو أي حاجة على الشاشة بالراحة خالص. ده لزق ألمونيوم. فك مسامير أي تعامل مع الشاشة زي ما بنقول هيكون تعامل حساس جدا وبالراحة خالص.
كده احنا فكينا اللمبات اللي فيها المشكلة. هي غالبا هي دي فيها لمبة مش شغالة أو فاصلة في سلك فاصل فيها. دي طبعا اللي احنا هنبدلها، ودي اللمبة اللي احنا هنركبها مكان. طبعا زي ما شفنا كده مع بعض فكناها ونركب دي زي ما طلعنا ديكها نفس الطريقة.
كده خلصنا تركيب اللمبات، وباقي إن شاء الله آخر حاجة هنجرب الشاشة. نقول مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم. ادي الشاشة عندنا اهي، تمام الحمد لله، حصلش فيها اي مشاكل خالص. كده ان شاء الله نقفل الشاشة، ويبقى كده احنا اتعلمنا مع بعض طريقة تركيب لمبات الشاشة للشاشات ال LCD. طبعا احنا بنتكلم عن الشاشات اللي هي 17 19 22، لان ده مجالنا احنا في صيانة الكمبيوتر. ان شاء الله نشوفكم في فيديو قادم، واذا عجبك الفيديو متنساش تضغط لايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.